مساء الخير اعزائي متابعي ومتابعات ابو كبير ميديا في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم محمود الشاب اللي عنده 20 سنه، يعني الجديد انه دلوقتي دحدوحه جايه تخطبه من اهله زي هو ما بيقول، يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني ماسكها بين ايديه وبيرقصها وبيبوس فيها، يعني هو مقتنع بكده. يعني اعزائي متابعي ابو كبير ميديا مستمرين مع حضراتكم محمود امام حضراتكم دحدوحه جايه تخطبه، حبته وعشقته وخدته معاه تحت الارض، وهي الان بعد ما خلاص قررت يعني تخلي العلاقه بشكل رسمي جايه تخطبه من اهله، لان ده العرف عندهم زي ما هو بيقول. يعني مع محمود زي ما حضراتكم شايفين، يعني محمود بيرقص وبيعانق وبيقبل دحدوحه زي ما هو بيقول قدام حضراتكم اهو. محمود يعني جاي مع دحدوحه بتتقدم ليه بشكل رسمي، يا ترى ايه راي اهله، يا ترى ايه رد فعلهم، يا ترى كاتب لها قيمه بكام، كل دي معلومات هنعرفها مع محمود دلوقتي. يا محمود دحدوحه جاي تعمل ايه؟ دحدوحه خلاص احنا سيبنا المكان اللي كنا فيه تحت الارض وجاي تتقدم لي. يعني حبيتك تحت الارض؟ حبيت تحت الارض 5 سنين. 5 سنين واخدك تحت الارض؟ 5 سنين. وقررت بقى تعمل ايه دلوقتي؟ هي دلوقتي قررت ان هي تسيب اهلها واتفقت مع ابوها ملك الاسود ان هي هتيجي تتقدم لي، بس انا وهي خلاص احنا بنحب بعض. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ لازم ابوسها. هي بتحبني ان انا اقعد ابوس فيها كل شويه. يعني انت دلوقتي بتبوس فيها؟ ممكن اخليها ترقص. رقص يا دحدوحه، رقص رقص يا دحدوحه، رقص رقص يا دحدوحه، رقص رقص يلا. طب انت دلوقتي هتاخدها وتروح فين يا محمود؟ هتاخدها وتروح فين دلوقتي؟ انت حبيت جنيه يا محمود؟ انا حبيتها خلاص. طب قول لنا كانت بتعمل فيك تحت الارض عشان تخليك تحبها. لا تحت الارض دي قصه. لا ما اعمل ايه فيك تحت الارض؟ يا تحت الارض والله كنا بنعمله كل حاجه، بنروح نتفسحوا مع بعض وبنخرجوا وبناكلوا احلى اكل وكنا عايشين دنيا تحت الارض. كان في بقى تحت الارض محيطات وانهار وجبال دنيا برضو زي كده دنيا. وهي حبتني وراحت قالت لابوها للملك ان انا بحبه ورايحه اطلبه من اهلي. يعني ايه ما بيضايقكش؟ مفيش ساعات كده بتقوم خانقاك؟ لا ده الكلام ده كان زمان. يعني كانت بتعذبك زمان؟ زمان. دلوقتي بقى بتعمل ايه دلوقتي؟ لا زي ما انت شايف ليه نهار رقص، نروحوا مثلا نتفسحوا ناكلوا كده. فين في الاسكندريه يا محمود؟ عايز ايه؟ عايزه تروحي فين دلوقتي؟ تروحي تاكلي ولا عبر لها عن حبك. ارقص ارقص معاها. هي بس عايزه تاكل وبعد كده تشرب عصير. يعني هي عارفه ان انا بحبها يعني عشان ما احرجهاش قدام الناس. ارقص معاها كده شويه والله. يعني رقص. انا حاسس يعني انك انت حابب ترقص معاها. تعالى نروح دحدوحة نرقص. تعالى يلا. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني محمود عايش في العالم الخاص بيه مع دحدوحه بنت الملك دحدوح زي ما هو بيقول، بيبوس الهوى او بيبوسها يعني الله اعلم محمود بيعمل ايه دلوقتي، ولكن هو مقتنع باللي هو بيعمله. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني سبحان الخالق سبحان الله، محمود موجود امام حضراتكم يعني مع دحدوحه بيحكي قصته وازاي اخدته للعالم الثاني تحت الارض، جبال وقصور انهار وبيوت، عالم تاني تحت الارض 5 سنين وبعد ما تم سن ال20 وبعد ما خلاص وصل سن البلوغ. طبعا دحدوحه خدت الاذن من والدها زي ما هو بيقول، طبعا خدت الاذن من والدها عشان تيجي تتقدم لاهله. قول لنا دلوقتي انت هتاخدها تروح لاهلك ولا هتعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنروح لاهلي وهي تكلمهم لان ده هو العرف عندهم ان انا خلاص طالما انا جيت طلبتها هي لازم برضو تيجي تطلبني، لازم برضو تعرف اهلي وتكشف عن هويتها بقى، بس مش هنا هناك. يعني دلوقتي هناك في عرس الجن ان العروسه هي اللي بتقدم للعريس. لازم طالما انا رحت لها في الاول هي لازم تيجي لي. طب ودي ليه بقى؟ عشان ما تحرجوش بعد ولا عشان لا هو ده نظام هناك، هم نظامهم متعودين عليه، ما ينفعش حد يغير النظام ده. قول لي بقى يا بتاكل ايه هنا في على الارض؟ تاكل ايه؟ بتقدم لها قرابينه محمود؟ لا ما فيش الكلام ده، انا وهي بنحبوا بعض وخلاص ومش فارق معانا اي حد، واللي عايز يتكلم يتكلم ان انا ودحدوحه خلاص هنتجوز. مين بقى محمود بتاكلها؟ هي محمود قول لنا. هي بتقول ان هي عايزه تروح تاكل فراخ. تاكل فراخ؟ تاكل فراخ وتشرب عصير قصب. بتاكل لحوم؟ بتاكل لحوم. هتقوم بتديلها كرابين؟ لا لا فيش الكلام ده. مش كرابين؟ لحوم عادي، اكل وشرب زي اي بني ادمين دول كلهم. قول لي بقى انت ممهد لاهلك او عرفهم ان دحدوحه جايه لك؟ لا انا هروح بيها مفاجاه. هعمل مفاجاه لاهلي واحكي لهم
واقول لهم لو اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا بس جاي اعرفكم ان انا هتجوز دحدوحه، ان انا ودحدوحه خلاص ما ينفعش هي تكون لحد غيري وانا اكون لحد غيرها. قول لنا دحدوحه عندها كام سنه يا محمود؟ دحدوحه عندها 20 سنه. 20 سنه؟ اه. ولا 20,000 سنه؟ عشان اعرف ان عمرهم كبير. 20 سنه دي لسه بترضع. لا 20 سنه هي لما طلعت طلع بشكل انا حبيته. ما يشغلنيش 20,000 سنه 100,000 سنه، المهم ان انا حبيتها على الشكل ده. يعني انت دلوقتي مقتنع بسنها ايا كان ايه هو، انت عايز دحدوحه لشكلها. اه. طب ناوي بقى تقدم لها ايه في؟ استني بس نخلصه بس وهنروح ناكله بس. استني بس يعني ده وقته ده دلوقتي عايش، بس عايز انا ابوسها بس. تعالى. بحبك يا دحدوحه بحبك. بص بص. تحرجهاش بقى خلاص عشان هي لازم تطلب مني الطلب ده. طب حطها بقى في دراعك. تعال. بص وقف فيها بقى. يعني هي دلوقتي بين دراعك؟ هي دلوقتي واقفه. يعني هي دلوقتي موجوده في الكادر معانا زي ما انت شايف كده، والساده المشاهدين نص شايفين. نص الكادر ليك ونص الكادر ليها ولا ايه؟ اه نص ونص. هي واقفه جنبي اهي، انا شايفها اهو. احنا مش شايفينها يا محمود. عشان هي بتزعل بقى من الكلام ده، تقول لك انا ما ينفعش اكشف عن هويتي و في ناس بتقول لك انت مجنون يا محمود، ايه ترد عليهم وتقول لهم انتوا ايه؟ استني بس نخلص بس. لا هي ما فيش يعني ايه الناس بتقول ايه؟ الناس تقول اللي تقوله. اه. انا ودحدوحه خلاص هنتجوز. الناس اللي عايز يقول اي حاجه يقول لك مجنون مش مجنون، هي بتزعل من الكلام ده استاذ، ما ينفعش نقول لها الكلام ده. انت مش مجنون يا محمود؟ انا مش مجنون، انا بحبها وهي بتحبني، ايه المشكله؟ هتجوزها وخلاص. طب قول لنا بقى هتقدم لها ايه في عيد الحب؟ عيد الحب ايه؟ هتقدم لها ايه في القايمه؟ في القايمه بتاعتها لسه بقى دي هنتفق عليها، بس لازم لما بقى تتفق مع الملك دحدوحه. ابوها ملك الاسود. هو اللي مديك الخاتم ده؟ هو اللي مديني الخاتم اللي قلت لك عليه. يعني خاتم يعني الاسد ده علامه القبيله، ملك القبيله. يعني هي اميره. هي هناك اميره ابن المحظوظه. هتجوز بنت ملك القبائل تحت. تمام. وبقى هتدي لها ايه بقى؟ ما لسه بقى لما ايه نشوفه ملك تحت عايز ايه. ناقه حمر ولا ناوي تديك ايه؟ ولا اللي هم بيتعاملوا بعمله ايه؟ بص اللي هم عايزينه، اللي هم عايزينه انا هقدمه لدحدح. ده هو ايه؟ ممكن تقول لك اديني ايه؟ هتديك قرابينه محمود؟ لا 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 مفيش الكلام ده، احنا حب شريف زي اي اتنين بيحبوا بعض. اه يعني ما تعتبرهاش من عالم تاني ولا لك يعيشوا فين يا محمود؟ هتاخدهم تحت الارض لا. ولا هنعيشوا هنا وفي الاجازات بننزلوا تحت. في الاجازات تاخدها تنزل تحت؟ اه. طب الملك هيقول لك ايه؟ الملك ممكن يوافق؟ الملك طالما شايف ان انا بحب دحدوحه هو ما عندوش اي اعتراض. بس انا إيه؟ عايز برضو عايز بص تاني برضو. حلو. انت مقتنع باللي انت بتعمله ده يا محمود؟ ايوه دي انا بحبها وهي بتطلب مني كل شيء اللي انا ابوسها، فعادي يعني. يعني هي اللي بتقول لك بوسني؟ هي اللي بتقول لي بوسني. اه بس احنا مش سامعين حاجه. لا ما ينفعش تسمع. انا شرط عليها ما تكشفش عن هويتها للناس، انا مش عايز حد يشوفها عشان انا بغير عليها. بغير على تحتها؟ اه. طب قول لنا بقى تحتها عندها اخوات بنات؟ لا. يعني لو واحد صاحبك مثلا قال لك انا عايز انزلك؟ لا هو بقى على حسب ما هم يطلبوه. يعني هما لازم الاول يشوفوك زي ما هي طلعت لي واختارتني. يعني انت ما ينفعش تروح لهم كده، ما انت مش هتعرف توصل لهم. اه. هما اللي بيوصلوا لك. يعني هي اللي وصلت لك في البدايه. هي من دون عن شباب اسكندريه كلها جات لي. اه يعني واضح واضح. قول لنا بقى يا محمود، قول لنا عن قصه بدايه معرفتك بيها، ايه اللي حصل وانت عندك 15 سنه؟ زي ما قلت لك قبل كده وكانت بتعمل معاك. انا في الاول كنت مرعوب وكنت خايف وما كنتش عارف ايه ده والكلام ده ازاي بس واحدة على واحدة وقعدنا 5 سنين مع بعض وحب وفسع وخروجات خلاص حبيتها. اه. وهي بتزعل لما حد يقول لي انت كانت بتعذبك كانت بتعذبك؟ انت كنت اظهرت معانا في لايف وانت متضايق وعلامات الخنقة باينة عليك. اه في الأول كنت كانت واخدة على خاطرها ولا كان ايه؟ كان لا هي كانت بتزعل عشان انا بابا عايز امشي. اه. عايز اسيبها وامشي. بس هي خلاص ده بقى دلوقتي ايه ما ينفعش اسيبها. ليه ما ينفعش تسيبها؟ خلاص ان انا خدتها من ابوها الملك، وانا لو فكرت ان انا اسيبها واعمل اي حاجه انا طبعا هتاذي. ليه بقى؟ هتاذي لان ده ملك القبائل تحت. يعني انت بتحبها عشان تهزر معاه؟ ولا بتحبها عشان انت بتحبها ولا لا؟ انا بحبها قوي الصراحه، فما ايه ما يشغلنيش اي حاجه. عشان واقفه جنبك؟ لا هي روس ايه دحدوحه، هي عماله ترقص دلوقتي طبعا وفرحانه جدا لان الفرح بتاعنا النهارده بالليل. اه فرح الساعه 11 بالليل. الفرح الساعه 11 بالليل في الفور سيزون. الساعه 11 بالليل في الفور سيزون. اه عامل لها قاعه في اي بي واللي جاي رواد اعمال. رواد اعمال جن ولا ايه؟
من الاثنين فوق وتحت. مين اللي جاي؟ طبعا ملوك القبائل المجاوره بتاعتهم كلهم جايين، واي قبيله تانية تحت جايين برضه. اهلك قالوا لك ايه يا محمود لما لقوك داخل عليك، لما يشوفوك داخل عليك عليهم بتحتوها؟ انا مش عارف، بس انا هقول لهم، انا حبيت ابلغكم عشان ما حدش بعد كده يترجف ولا يتصدم ولا يقول ايه ده. انا هروح وهي هتكلمهم واقول لهم على اننا عملنا وضحدوها، لان وضحدوها خلاص حبينا بعض وهنتجوز غصب عن اي حد. اه يعني انت دلوقتي يا محمود خلاص قررت تسلم نفسك لعالم التحديد؟ اه. وناوي تستقر معاهم تحت الارض؟ اه. يعني هتستقر تحت الارض يا محمود؟ مش على طول، شويه وشويه. هتيجي في الاجازات؟ في الاجازات. طب انا دلوقتي يا محمود عايز اعرف منك حاجه، دلوقتي اولادك هيكونوا على دين مين؟ التحديح ولا البني ادمين؟ لا على البني ادمين. البني ادمين؟ اه. هتسموهم ايه؟ انا متفق معاه الحاجات دي. هتسموهم ايه؟ لسه بقى الكلام ده ايه، واحده واحده هنبتدي ايه نشوف الاسماء. بس دلوقتي احنا مفيش في دماغنا اي حاجه غير ان انا وهي بنحب بعض وهنتجوز. صح يا دحدح؟ يعني زي ما انت شايف كده. يعني عايزينك برضو يعني في الاخر معانا تعبر لها عن حبك زي ما عبرنا في البدايه. يعني ماشي، بس بتتكسف شويه بس. عالي يا دحدح. يعني زي ما حضراتكم شايفين اعزائي متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، محمود خلق العالم الخاص بيه وعايش جواه. يعني ممكن يكون اللي محمود بيقوله مش حقيقه، احنا بنحاول يعني نعرض قضيته او نحاول نعرض الظاهره عليكم وحضراتكم. يعني ليكم كامل الحريه في الاقتناع ام يعني الاعتراض، ولكن ده ظاهر محمود مقتنع باللي بيقوله، مقتنع باللي بيعمله. وزي ما حضراتكم شايفين يعني محمود زي ما بيقول عشاء او هي عشائته عفوا اميره من اميرات الجن، وفرحهم النهارده زي ما هو بيقول على حسب يعني المعلومات اللي وردت لينا من محمود نفسه. زي ما حضراتكم شايفين محمود مقتنع، محمود بيعبر عن حبه وبيبوس في محبوبته اللي هو يعني مقتنع ان هي موجوده قدامه. يعني ظاهره غريبه، نسال الله العافيه. كنا مع حضراتكم ودمتم في امان الله.